دعوا ما بأيديكم لحظة هنالك من حاصر الفقر حالا أب يأكل الجوع أبناءه ويلقي الشحوب عليهم هزالا فقير إذا ما اهتديتم له سيكتم حاجته وسؤالا على كتفه يتجلى الكفاح ويرضى بما كد فيه ونالا تحدث عنه قناعته فكم عددت صبره واحتمالا يرى كل جائعة بنته يرى البسطاء الصغار عيالا ورغم فداحة حاجته يقاسمهم خبزه وريالا فما أجمل السعي في عوني وإن قل يسعده ما تالا بمقدور إحساسنا أن يجودا لنفعل شيئا رحيما حيالا لنفعل شيئا رحيما حيالا.